السلام عليكم. اليوم نروحوا للمشروع تاع دنيا بارك، وهذا المشروع اللي يقع في بلدية بين بلدية ولاد فايت وبلدية شراقة، واللي هو جزء من مشروع نتاع منطقة خضراء ما تسمى بالرياح الكبرى. إذن وهذا المشروع نشوفه يعني حالة الأشغال اللي راهي مازال إلى يومنا متواصلة، حيث أن المشروع هذا بدأ في 2008 وكان في هذاك الوقت يعني مدة أكثر من 16 سنة. تم التكليف شركة إماراتية، استثمارات إماراتية للقيام بمشروع، وكان فيه تقديم تصاميم رائعة آنذاك، لكن المشروع عرف ككل المشاريع الإماراتية في الجزائر عرف تأخر كبير بعد ما انتهت فسق العقد مع الإماراتيين. المهم بعد ما توقفت الأشغال في هذا المشروع باقية عدة سنوات، هو حابس وكلف أموال طائلة يعني بدون جدوى. الآن دخل في مرحلة جديدة في الأعوام الأخيرة هذه، حيث أنه فيه بعض الأشغال تاع التهيئة، وفي المرحلة هذه نتاع 16 سنة كذلك. هذا شيء مهم أنه كثير من أجزاء نتاع المساحة اللي كانت مخصصة للمشروع تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية من يعني على من جهة ديل إبراهيم، من جهة أخرى تم الاستيلاء على بعض الأجزاء من المشروع هذا. إذن الآن الأمور راهي يعني الأشغال راهي عاودت أخذت يعني انطلقت. إن شاء الله إن شاء الله المشروع هذا يعني هو في الحقيقة مشروع رائع ويطلب يعني وقت باش يتم، لكن مش بهذا البطء هذا. المهم إن شاء الله تنتهي الأشغال به ويسلم إلى كوميونيتي سيفيل. إذن نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.